السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. شاشة جميلة قوية صلبة بطارية عملاقة وسعر ممتاز، هذا كله أكثر مع أحدث هواتف شركة أونر في السوق السعودي. معايا اليوم هاتف أونر X9A، جهاز مميز بكل ما تعنيه الكلمة. بلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. خلونا نبدأ معاكم بمحتويات العلبة. يأتينا الهاتف بكل تأكيد بهذا اللون الجميل، ويتوفر منه عدة ألوان أخرى بالإضافة إلى دبوس درجة شريحتين، كفر سيليكون شفاف، سماعة سلكية محول للسماعة، بالإضافة إلى كيبل شحن تايب A وتايب C، وأخيرا شاحن عملاق بقدرة 40 واط. أما بالنسبة للهاتف فيأتي بتصميم جميل ووزن خفيف 175 جرام تقريبا، ونحافة تبلغ 7.9 ملليمتر. وبغض النظر عن أرقام الوزن والنحافة، الجهاز لما تمسكه بيدك فعلا خفيف جدا، وبتلاحظ هذا الشيء بمجرد انك تشيل الجهاز. اما بالنسبة للشاشة وهي اكثر شيء يتميز فيها الجهاز صراحة، شاشة اموليد منحنية بمقاس 6.67 بوصة، تدعم اكثر من مليار لون بدقة 2400 × 1080 بكسل، وحاصلة على شهادة TUV لحماية العين من الضوء الأزرق، وتأتي بمعدل تحديث 120 هيرتز وباللمس يصل ل 300 هيرتز، مدمج فيها مستشعر بصمة الأصبع سريع الاستجابة. ولكن الشيء المهم في هذه الشاشة بكل تأكيد واللي تتميز فيه هي الصلابة والقوة، فيعتمد الهاتف على زجاج شاشة مقوى بعمق 0.65 ملليمتر، يتحمل السقوط والضربات المختلفة رغم الانحناء اللي فيها. وهنا كانت بعض الاختبارات لقوة تحمل الشاشة. شيء رهيب صراحة. أما بالنسبة للعتاد فالجهاز مزود بمعالج من شركة كوالكوم، وهو السناب دراجون 695، معالج 8 نواة بمعمارية 6 نانو، ومزود بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، ومع تقنية أونر رام تيربو يمنح 5 جيجا إضافية ليصبح عندنا 13 جيجا رام الإجمالي، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، ويعمل بنظام أندرويد 12 وبواجهة أونر ماجيك يو آي 6.1، ويدعم خدمات جوجل بالكامل، ويدعم الواي فاي بالترددين 2.4 و 5 جيجا هيرتز، ويدعم البلوتوث 5.1، ويدعم تقنية الـ NFC، ويدعم شريحتين 5G، ومزود ببطارية عملاقة بحجم 5100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط. شحن الجهاز لمدة 30 دقيقة تمنح مشاهدة فيديو يصل ل 12 ساعة تقريبا مشاهدة، وتختلف بكل تأكيد على حسب الاستخدام. أما بالنسبة للكاميرا فالكاميرا الأمامية تأتي بمنتصف الشاشة بالأعلى، كاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل، تدعم البورتري وتمنح صور عالية الجودة. أما من الخلف فيأتي بكاميرا ثلاثية، الأساسية 64 ميجا بكسل، و 5 ميجا بكسل لعدسة العمق، و 2 ميجا بكسل لعدسة الماكرو، ويدعم تسجيل فيديو بجودة 1080 للكاميرا الأمامية والخلفية. ومن أنماط التصوير يدعم التصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية بأكثر من نمط. وبس تقريبا يا إخوان، صراحة جهاز رهيب، يعني مواصفات فلاج شيب في جهاز متوسط، في تقريبا أغلب الاحتياجات اللي يحتاجها أي شخص من مميزات ومواصفات، لكن بكل تأكيد ينقص الجهاز عدة أشياء ممكن تكون أنت مهتم فيها، زي منفذ 3.5، زي أنه ما يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، عندنا مساحة 256 تشفع للجهاز، كذلك لا يدعم الشحن اللاسلكي، وأيضا ما في أي مقاومة أو معيار مقاومة للماء. فلو أنت حرفيا ما تفرق معاك هذه الأشياء البسيطة، فهذا الجهاز أشوفه مناسب جدا لك. جهاز صراحة لطيف جدا في مسكته، في العمل عليه، في التنقل بين الأيقونات، بالواجهة الخاصة بأونر الجديدة من مميزات متعددة ومختلفة. أما بالنسبة للتوفر والأسعار وأماكن البيع وإلى آخره بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.